مشوا الخلاصات ديريكت وصافي، مشوا الخلاصات ديريكت. اذا الخلاصات ديال هذا اللقاء التواصلي في اطار طبيعه الحال اعاده النقاش والحوار حول ما تضمنته مقتضيات مدونه الصحافه والنشر، تتجلى هذه الخلاصات اساسا في خلق تنسيقيه وطنيه للدفاع على حريه الصحافه والاعلام، ثم العمل على القيام بمجموعة مبادرات تواصلية، أولاها الاتصال بالجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الاتصال لوضعها أمام الأمر الواقع وتسليط الضوء على أهم الجوانب التي تعكس ذلك الحيف والإجحاف الذي مورس في حق الصحافة وخاصة الصحافة الإلكترونية، كذلك العمل على إعداد عريضة وملتمس إلى المؤسسة الشرعية لمناقشة وعلى الأقل تعديل بعض المقتضيات التي مست بكرامة وحرية الصحافة بصفة عامة، لأن عندما نقول للصحفي نشرط عليه مجموعة من الشروط التعزيزية لكي يمارس هذه المهنة، فهذا في حد ذاته يعتبر تقويض لهذه الحرية هذه، خاصة وأنها لا الدستور المغربي ولا المواثيق الدولية تؤكد على هذه الممارسة وعلى الحرية ديال الصحافة. إذن يجب وضع الجهات المعنية أمام هذه المظاهر ديال الحيف التي تتجلى في هذه المقتضيات القانونية، وأكيد إن شاء الله بحول الله أملنا كبير لا في القيمين على الشأن ديال الدستوري ببلادنا ولا الشأن التشريعي، أنهم غياخذوا بعين الاعتبار هاد المقترحات والتوصيات اللي غنرفعوا عليهم إن شاء الله بحول الله. وشكرا. تم خلق التنسيقية؟ نعم، هذه التنسيقية تم خلقها من أجل القيام بهذه المهام، وهي التي ستباشر مهامها من خلال مجموعة من اللجان، هناك لجنة ديال التفاوض والحوار، وهناك لجنة ديال التعبئة والتواصل، وكذلك لجان أخرى لها مهام متنوعة، بهدف بطبيعة الحال كما قلنا هو الطرح إشكالية قانون الصحافة الجديد الذي لا محالة لا يمكنه أن يواكب التطورات الحضارية التي يعرفها العالم خاصة في المجال الرقمي. عند هذا القانون أعتقد أنه 80% من المواقع الإلكترونية ومن الصحافة الإلكترونية ستحال على الهامش، مما سيترك المجال للتحكم في المشهد الإعلامي ببلادنا. اسم التنسيقية كما قلت في البداية هو التنسيقية الوطنية للدفاع على حرية الصحافة والإعلام. شكرا. إن شاء الله بحول الله. شكرا.